السلام عليكم، مرحبا بكم في شهيواتكم سليمان. نعمل لكم واحد السقه كتحمق بالحوت وتسخرت كل شيء. هاهم عندي هنايا سيره الحوت، عندي هنا الرماس والخير موجود حتى في الحومه ديالي، والروز طريعه خصني البسبس ما جبرتوش. انتما كتشوفوا الخضيره كامله موجوده الحمد لله. ها الله الا اصل قاص حمر لذيذ اولادي، حق ملي كيطي ما كيبقاش يحمر. وها هو خزو موجود الحمد لله، التمر ديالي راه زعما ماشي معصر بحال اللي كيبينوا لنا. الكراع نعمل كريعه، والروس سانوريا واللفت راه فين هو. الناس هنايا ما بغيتش شبروا غير رجلي. صافي دابا نمشيو نعملوا واحد الطنجره السقطه ان شاء الله. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم وتكون عايشه. نوريكم رانا كنتسخر باش نعمل لكم السقيطه. وفي الرماس عملوها كانت عندنا شويه شم كبسه في البولو، دابا سكسفوا عليها شويه. قلت راه نمشي نشوف، يلا نمشيو نعملوا الصقه ديالنا ان شاء الله يا ربي. ها العصر ناطوران انتم، يلا معايا الكبيدات ما تقدوش ما تبخلوش علينا بالجيم والاشتراك مع الحباب والصحاب. راه الحوت فين شفتو الحوت؟ الحوت الكرامات كلشي. يلا نعملو الصفة ديالنا الكبيدات. كبيدات السلام عليكم، مرحبا بكم في شهيواتكم سليمان. نتمنى يا ربي تكونوا بالصحة والعافية وراحة البال إن شاء الله. وانتم كتشاهدوا لي هاد الفيديو، عندي هاد الطنجرة 10 لتر حبايبي، واحد الصبة د الحوت صحية 100% تعتمدوا عليها في رمضان وبغير رمضان، لذيذة وغزالة. عندي جوج البوروس، ها هما عندي شي تقريبا 350 غرام ديال الجزر، هذا القزبر عملت غير واحد شويه، الكرافس عندي ديك ثلاثه د الرماس كبارين، ثلاثه د الوراق كبارين ابيون كرافس، ها هما عندي واحد اللفته كبيره بحال جوج مثلا تقريبا بحال جوج، عندي نص د الفلفله حمراء ها هي. بغيتي نشوف الا نسيت شي حاجه اخرى. هما هادو اللفت والكرافس والجعده، القرعه حبايبي واحد القرعه كبيره، ها الا كانوا صغيرين عنده جوج. وعندي هنايا 150 غرام ديال برغور، ها هي نضيف عليهم هكا، ونعمل ملح على حسب غير واحد الشويه ما تعملوش بزاف. ها انتم حبيبي، وعاد نضيف عليها المهمات، غادي نزيدها واحد الشويه وغادي نعملها طيب. ملي طيب نطحنها وديك الساعه نكمل معكم الباقي ديالها ونوريكم الحوت اللي غنعمل فيها والباقيه ديالها كامل ان شاء الله. كتجي واحد الصبه كتهبل ولذيذه وغزاله وخفيفه. عندي حبايبي هنايا 600 غرام ديال لانغوستين قشرتو، يعني غطيتو بالماء ها هو، وغنخليوه يغلي. وهاد المهمات هادو غنزيدوهم على الصبيطه ديالنا ان شاء الله. والحوت اللي غنعملها هي 600 غرام ديال لانغوستين، عندي هنايا 600 غرام ديال الحوت، الباكيتي فيها داك 600 غرام، وهادي شريتها طريه، شريت كيلو ونص، خليت واحد شويه منو شي 700 ولا كثر كثر، خليت غير شي 6 ولا 7 ديال الرويصات ديال وينو شويه هذا هذا واقيلا فيه شي 750 هيدا. وكل واحد يعمل على قد الجهد ديالو، على قد اللي بغيه هو وعلى قد العائله اللي عنده في الدار. ونتمنى على ربي تعجبكم، واحد الصبه كتجي كتحمق. وباقي نكمل معكم المقادير ديالها، القمه ديالها، كلشي اللي غنزيد فيها ان شاء الله. هانتوما الكبيدات، الصبه ديالي طابت وطحنتها وزدت عليها ديك المريقه ديال القشور ديال اللانغوستين ها هي. ما كنعملوا لا شعريه لا روز، على قبل فيها برغور وطاب معاها وطحنته معاها، وملي كنطحنها كنصفيها. ودابا غادي نعملوا شويه ديال الخرقوم، ها هو بلدي، شويه ديال الابزار ماشي بزاف،
شويه د شكل جبر، مغرفه معمره كنعملها في شكل جبر، وغنعملو واحد المغرفه مش لا اكثر مغرفه د الطوماطي هادي، وغادي نعمل واحد المغرفه د المذاق د الحوت. ها هي فين هي المذاق د الحوت. ودابا نحرك عيت بدا تغلي، نكب لها الحوت ديالي حيت هي دابا طايبه، غير تغلي وتعاود واحد جوج دقائق نكب لها الحوت ونخليها عاود واحد خمسة دقائق اخرى. الحوت هذه معروفه زعما دغيا كطيب، وان شاء الله تعجبكم هادوك وهادو. حتى كتساليها مره حيت هما طايبين، حتى كنساليها مره عاد كنكبهم عليها. هانتوما الكبيدات كتغلي، دابا نسيب الكراميل ديالي. ها هو باش ما يطيرش عليا شويش. ها هو نحركو، ملي تبدا تغلي عاود واحد خمسة ولا ستة دقايق صافي، حيت الكراميل دغيا كيتو يطيب والحيت الحوت بيضة دغيا كطيب. هادي هي الأخرانية، وأنا غنوريكم عاود شنو غنزيد. غنعمل لها الكريم فريش ديال الطياب. ها هي فين هاد الكوسينة، شريتها من أوراماس. غادي نعمل وحدة فيها 200 مليلتر. دابا غادي نطيفها باش تغلي معاهم صافي. والصبة ديالنا ان شاء الله تكون واجده. ها هي بغيتو تعملوا جوج من هادي جوج من هادي، هادي كتعطي واحد اللذة كتحمق. حق اللي كتعجبه عوض، وكاين اللي كتعجبه دائما كنمشي مع الاذواق. انا كنوري الريسيطة بالحق، واحد تعجبو واحد ما تعجبوش هايداك. ها هي حبيبي الطنجرة ديالنا جات عامرة، حيت القياس اللي عملت كبير تبارك الله، كتعطيك كمية وافرة من داك الشي الرفيع. هانتوما الكبيدات تبعي تغلو ديك الساعة رجعين عندكم. هانتوما الكبيدات، ها هي الصبة ديالي واجدة دابا، غنضيف عليها هادو. هانتوما راح الطنجرة الصحية بالخضيرة والحوت، ما عملت فيها لا زيت لا تا شي حاجة. كتشوفوا الكبيدات فتحها، ملي تعملها في الزليفة ولا شي حاجة كنرشو عليها شوية د هادي الريسيتا اسبانيولا. كنرشو عليها شوية هيدا د الربيع كيعطيها المنيدر. اللي عندكم ديك الخبيزه ديال التومعه وتقطعوها ونزلوها، حيت دابا هي فيها كلشي. البرغر اللي عملناه طحناه، هذاك هو اللي تقلا وداكشي، كتجي غزاله وما تبخلوشي عليها حبيبي. جربوها صحيا ليكم ولوليداتكم. الكبيدات ديالي ها شكل النهائي، الصبه ديالي ديال الحوت بالخضره. ها انتما الكبيدات كتجي كتحمق، شوفوا ما شاء الله معمرة تبارك الله بسم الله، كتجي غزالة غزالة. وكنتمناكم تجربوها يا ربي وتعاودوا لي عليها، راه هي كتحمق. انا هادو كنعمل هيدا كنرش عليهم شويه هيدا د غير منيدر وصافي، وكتجي كتحمق المنيدر ديالها. هانتوما كتشوفوا حبيبي، واللذة اللذيذة مع البورو والقرعة خزو، كتجي لذيذة بزاف. جربوها وبرغر كيعطيها واحد المذاق وواحد هادي، وعاد صحية كبيدات صحية صحية. والكرافوس وينو؟ هانتوما شفتو فيها
كلشي وكتخرج واحد الكميه، هذاك اللي وريتكم كتخرج واحد الكميه تبارك الله ما شاء الله كبيره بزاف، تاكلوا فيها يومين العائله قداش. ها انتم حبيبي، ونتمنى على الله تعالى وتبارك تعجبكم ونكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي. انا والله الا عملتها نلعشها، ولكن دابا باقي بكري، قلت راه نصورها ميريندا، نعملو ميريندا. ها انتم بوحدي معايا حتى واحد، وينو مالين الدار. صافي ثلاثة بينا. نتمنى على ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم حبيبي. عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بجيم واشتراك، الصبة غزالة هادي صحية 100%، ما فيها لا زيت لا حتى شي حاجة، وعندي نشتو عليها الخضرة والحوت وكتجي لذيذة بزاف، وكنتمنى قلت نشاركها معكم وكنتمنى تعجبكم يا ربي. وبيسيتو حبايبي وفي شهوة أم سليمان اللي ما جاب، كنشكركم من كل قلب اللي باقي متبعني واللي ما باقيش مصاب يرجع ويدخلوا عندي الحباب جداد. وبيسيتو جزاكم الله وشاركم بركة حبايبي.